خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس هنغاريا بذكرى اليوم الوطني لبلاده. في برقية لخادم الحرمين الشريفين سمو وزير الداخلية يهنئ الملك باكتمال دخول الحجاج إلى الرحاب الطاهرة. وحجاج بيت الله الحرام يستعدون للتوافد على صعيد عرفة لتأدية ركن الحج الأعظم. الثانية عشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة السعودية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار الأخيرة لهذه الليلة، نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ببرقية تهنئة لفخامة الرئيس يانوش آدر رئيس هنغاريا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ببرقية تهنئة مماثلة لفخامة الرئيس يانوش آدر رئيس هنغاريا. رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نائف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا خالص التحية وصادق التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اكتمال دخول حجاج بيت الله الحرام إلى الرحاب الطاهرة بأمن وطمأنينة عبر موانئ القدوم الجوية والبرية والبحرية، وقد تيسرت لهم سبل الوصول بفضل من الله ثم بفضل الرعاية المتواصلة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لمرافق خدمات الحجاج كافة. وقال سمو وزير الداخلية في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين: إن الحجاج تيسرت لهم سبل الوصول إلى الرحاب الطاهرة بأمن وطمأنينة بفضل من الله ثم بفضل الرعاية المتواصلة التي تولونها حفظكم الله وولي عهدكم الأمين لمرافق خدمات الحجاج كافة، والتي من شأنها تهيئة سبل الراحة لضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء الفريضة بسهولة وأمان وفق رؤية المملكة الطموحة 2030 من خلال برنامج خدمة ضيوف الرحمن، والتي تم البدء بتنفيذ إحدى مبادراتها طريق مكة والمتمثلة في إنهاء إجراءات حجاج بيت الله الحرام من بلدانهم. كما يسرني إحاطة المقام الكريم بأن عدد الحجاج القادمين من الخارج لأداء مناسك حج هذا العام 1439 للهجرة بلغ 1,756,039 حاجا وحاجة. تابع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نائف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا اليوم سير العمل بمركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة. ووقف سمو وزير الداخلية خلال زيارته التفقدية للمركز على الخدمات التي يوفرها المركز لضيوف بيت الله الحرام من خلال استقبال البلاغات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية التي يتم مباشرة مهام متابعتها بالمركز خلال موسم الحج. واستمع سموه من المشرفين على المهام المختلفة بالمركز لشرح عن الأسلوب المتبع في التعامل مع البلاغات التي يتلقونها ومتابعتها وتقييم نتائج الاستجابة لها واللغات التي يتعامل منسوبو المركز بها مع المتصلين. ثم دشن سمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز نظام الرسائل النصية التي يتم من خلالها إشعار مقدمي البلاغات عن الإجراءات التي يتم اتخاذها لمعالجة الحالات التي يبلغون عنها ومستوى رضاهم عنها. وفي ختام الزيارة وجه سمو وزير الداخلية الجميع بالاستمرار في بذل المزيد من الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام. رافق سموه خلال الزيارة عدد من المسؤولين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك. أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية خلال مؤتمر صحفي عقده في مشعر منى بالتنظيم العالي للحج إلى هذا اليوم. أود أن أتقدم باسمي وباسم جميع زملائي الذين يشاركون في تنظيم حج هذا العام
أن نرفع لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالتهنئة والتبريك بنجاح خطة التصعيد في يوم التروية إلى منى. كما قدم سموه تهنئته وشكره إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية على نجاح التنظيم. باسمي وباسم زملائي في إمارة منطقة مكة المكرمة وفي رجال ومن رجال الأمن جميعهم في هذا الموسم العظيم أن أرفع باسمهم جميعا أسماء آيات التهنئة والتبريك والشكر لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية على هذا التنظيم العظيم الذي شاهدناه. كما أشار الأمير خالد الفيصل إلى أنه تم ضبط 160 حملة وهمية وأكثر من 545 ألف مخالف لأنظمة الحج. ضبط 160 حملة حج وهمية وللأسف، والقبض على 545,907 ألف مخالف لأنظمة الحج، وإعادة 231,911 مركبة مخالفة. هذا وأعلن سموه عن تنفيذ 10 مشروعات شملت توسيع الطرق وغيرها في المشاعر المقدسة. هيئة تطوير مكة كذلك تعلن أن نفذت 10 مشاريع في المشاعر المقدسة شملت توسعة الطرق وتضليل ممرات المشاة ومشاريع أخرى لفصل حركة المشاة عن الحافلات وجاهزية مطار المشاعر لنقل 350 ألف حاج، فيما سيتم نقل أكثر من 1,800,000 حاج بواسطة قرابة 18,000 حافلة مجهزة. هذا وأكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيع أنه تم توفير خدمات صحية كاملة لحجاج بيت الله الحرام، وأوضح الدكتور الربيع أن لا أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن حتى الآن ولله الحمد. نحن نعمل منظمة الصحة العالمية لضمان أول شيء أن لا يوجد دول فيها أو بأي دولة فيها وباء من الدول التي نتعامل معها أو يأتي من حجاج يكون لها اشتراطات معينة للتأكد من سلامة هؤلاء الحجاج إذا أتوا المملكة، وبعد ذلك كما ذكرت يتم فحصهم والتأكد من سلامتهم، ولو وجدنا أي حالة فيها شك أو فيها وباء يتم عزلها حتى يشفى المريض ويعود إلى بلده سالما. أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بالحج العقيد محمد القماش أن الدفاع المدني تابع هبوب الرياح السطحية على المشاعر المقدسة التي نتج عنها إثارة بعض الأتربة والغبار مع هطول أمطار خفيفة على مشعر عرفات، ولم ينتج عنها أي تأثير على سلامة حجاج بيت الله الحرام. وباشرت فرق الدفاع المدني بعض الأضرار البسيطة في عدد محدود من الخيام وأعادتها إلى وضعها الطبيعي، مؤكدا أن الأوضاع في المشاعر المقدسة مستقرة ومهيبا بحجاج بيت الله الحرام اتباع تعليمات السلامة في مثل هذه الحالات. ويتوجه حجاج بيت الله الحرام بعد ساعات قلائل إلى عرفات للوقوف في المشعر حتى غروب الشمس لأداء الركن الأكبر في الحج، ويتوجه الحاج من مشعر منى ليقف على عرفات ويجمع بين صلاة الظهر والعصر، ثم ينفر من على جبل عرفات مع غروب الشمس ليتوجه إلى مزدلفة ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخير. وكان حجاج بيت الله الحرام قد قضوا يوم التروية في مشعر منى تقربا لله تعالى، متبعين ومقتدين بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسط تكامل في الخدمات والإمكانات التي أعدتها مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج من تيسير على جميع الطرق التي يسلكها الحجاج من مكة المكرمة إلى منى، إضافة إلى تنظيم عملية حركة المشاة لمشعر منى. وصلت قافلة أسر الشهداء إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج بتوجيه واهتمام من سمو وزير الداخلية، وأنهت وزارة الداخلية كافة الترتيبات اللازمة لاستضافتهم ليؤدوا فريضتهم بكل يسر وسهولة. وتأتي هذه اللفتة في إطار رعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله لأسر شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم فداء للدين والوطن. شهداء ضحوا بأرواحهم فداء لدينهم ووطنهم ومليكهم،
ونحن شهداء الله في أرضه، لننقل اهتمام القيادة بأسر الشهداء، وها هي تصل قافلة أسر الشهداء لأداء مناسك الحج بتوجيه واهتمام من وزير الداخلية، باستضافة 167 لينعموا بأداء فريضة الحج. فلقد استشهد ولدي وهو يدافع عن دينه ومليكه وأرض الوطن الغالية والمقدسات، وهو على حق وآخرين على باطل، وهو ولدي الوحيد. الحمد لله على كل حال، نفتخر بشهادته واستشهاده، وما احنا فيها اليوم من عز، من استقبالنا من المطار الى ودانا الفندق الى السيارة تمشي قدامنا دوريات تسهل كل المهام والطرق، ورجال الامن المخلصين نشكرهم على ذلك، واشكر حكومتنا الرشيدة. مشاعر البهجة والسعادة تغمر محياهم رغم الفقد لشهدائهم، إلا أن ما يقدم لهم من غير لا فضل ولا منة من حكومة خادم الحرمين الشريفين فهو ديدا وفاء وعادة كانت ولا زالت وستستمر. لا أقدر أصف شعوري وفرحي بما واجهته في هذه الحملة من حسن استقبال وضيافة وبشاشة وشعور لا أقدر أوصفه، ما أقدر أوصفه مشاعري نحو هذا الكلام. وأحمد الله وأشكره على استشهاد ولدي في الحد الجنوبي، شرف لنا وعز ورفعة وأمر يثلج الصدر، وفاديته بثلاثة مكان. نحمد الله ونشكره. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. شكرا لكل من أدخل الفرح في قلوب أسر الشهداء، شكرا لكل تسهيل يقدم لهم، شكرا لمن عمل لراحتهم، شكرا 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 لا تفي قدر ما شاهدنا. وجدي علوي، المشاعر المقدسة. وصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عدد من الحجاج القطريين قادمين عن طريق دولة الكويت لأداء مناسك الحج، وقدمت الجهات المعنية في المطار كافة الخدمات لهم وسهلت إجراءات دخولهم، ولا يزال عددهم في ازدياد. وكانت وزارة الحج والعمرة قد خصصت رابطا لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، نظرا لعدم تجاوب مكتب شؤون حجاج قطر مع الجهات المعنية لإنهاء ترتيبات شؤون ومتطلبات الحجاج القطريين. تحت شعار شعائر آمنة بقوات مخلصة، جددت وزارة الدفاع تأكيدها جاهزية قواتها لتأمين المشاعر المقدسة بدعم وإسناد من وزارة الداخلية، وذلك من أجل ضمان سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام. ضمن القطاعات المشاركة في حج هذا العام، تشارك وزارة الدفاع لدعم وإسناد وزارة الداخلية لضمان سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام. بالنسبة للاستعدادات، فالحمد لله كانت الاستعدادات مبكرة جدا من جميع الجوانب، سواء صحية أو خدمات إعلامية أو توعية دينية أو خدمية بشكل عام في كافة المواقع، كوادر بشرية ومعدات وأجهزة ولله الحمد على درجة عالية من التقنية والوسائل الحديثة التي تخدم إن شاء الله بمشيئة الله حجاج بيت الله الحرام. واستقبلت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ضيوف الرحمن بطاقة استيعابية تجاوزت 600 سرير، وتوفير كل إمكاناتها الصحية والوقائية وطاقاتها البشرية والفنية والتقنية من خلال خدمات صحية متكاملة. مهمة مركز العمليات هي إدارة ومتابعة جميع وحداتنا القوات المسلحة بالتنسيق مع قائد القوة، ومتابعتهم والإشراف الدقيق على سير أعمالهم، وللحمد لله تنفذ مهامها بالشكل المخطط لها وباحترافية وبجاهزية قوية. وشاركت القوات البحرية بمجموعة من الغواصين بكامل تجهيزاتهم مزودين بقوارب مطاطية للإسهام في عمليات البحث والإنقاذ تحسبا لهطول الأمطار ووصول السيول إلى المشاعر المقدسة. وتقوم القوات البرية بالمساندة في عملية حفظ النظام وإدارة وتنظيم حركة المشاة وتجمعات الحشود، بالإضافة إلى قوة التدخل السريع. وتساند القوات الجوية بسرايا الأمن والحماية في المطارات وتغطية المنافذ الجوية وتوفير الطائرات اللازمة لتنفيذ الخطة الأمنية. سلمان السليس، مكة المكرمة.
وزارة الشؤون البلدية والقروية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ركزت على أهمية تطوير أعمال النظافة العامة باستخدام التقنية الحديثة ومنها الحاويات الذكية التي تساعد بشكل كبير في الخدمة الموضوعة من قبل الوزارة. التفاصيل في التقرير التالي. في ظل العمل لتقديم ما يتناسب مع متغيرات البيئة، حرصت وزارة الشؤون البلدية والقروية على تطوير أعمال النظافة العامة في موسم الحج والتركيز على استخدام أحدث التقنيات المتوفرة حاليا بناء على أهمية ونظافة كافة الأماكن التي يرتادها ضيوف الرحمن. صناديق الضاغط التي تعمل بالطاقة الشمسية وهي صديقة للبيئة ومناسبة جدا في منطقة جسر الجمرات، حيث ما تحتاج تيار كهربائي وما منها أي مشاكل أو أضرار. وعندنا التريلات الضاغطة برضو للمناطق اللي فيها كثافة نفايات، عبارة عن محطة انتقالية متنقلة فيتم استيعاب تخزين النفايات فيها في أيام الذروة في أوقات منع حركة المعدات اللي تحت الفرصة لضيوف الرحمن بالحركة والتفويج بأمن وسلام. ومن هذا الباب وفرت الوزارة حاويات ذكية، حاويات ضاغطة صديقة للبيئة تقوم بالعمل على الطاقة الشمسية ويستفاد منها في الأماكن التي تتكاثف فيها الأعداد البشرية ويتعذر وصول التيار الكهربائي إليها. في تنسيق يعني تكامل مع الجهات الأمنية لتحت الفرصة لضيوف الرحمن بالحركة بسلامة بدون أي مشاكل، وبالتالي في أوقات الذروة وحركة التفويج نحول تخزين النفايات مؤقتا في هذه الصناديق والمخازن الأرضية. 9 حاويات ضغط تم تجهيزها وبسعة 54 طنا بقدر 6 أطنان لكل حاوية، وزعت بشكل متفرق في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة نظرا لتزايد أعداد الحجاج في محدودية مكان وزمان، حيث يتطلب ذلك ابتكار الحلول العلمية واستخدام أفضل التقنيات الحديثة. إبراهيم العنزي، مكة المكرمة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. ارتفاع الإقبال على شراء الأغنام مع قرب عيد الأضحى المبارك. أهلا بكم من جديد. دشنا معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني المسارات الإلكترونية الخاصة للتعرف على هويات المتوفين في الحوادث والكوارث، وذلك بمجمع الطوارئ بمشعر منى. دشن مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني بمجمع الطوارئ بمشعر منى المسارات الإلكترونية الخاصة للتعرف على هويات المتوفين في الحوادث والكوارث، وافتتح ورشة عمل فنيي تحقيق الشخصية للمشاركين في أعمال الحج. لدينا في هذا الموقع وفي كل إدارات الأدلة الجنائية رجال مؤهلين على أعلى مستوى وكل دول العالم، وهم يعملون هنا بكل احترافية ويقومون بخدمة الأعمال الأمنية بمختلف أشكالها وأنواعها، ويصدرون كل التقارير وبأسرع وقت ممكن، ويكشفون هويات الأشخاص المجهولين، ويحافظون على كل ممتلكاتهم ومتعلقاتهم. هم يقومون بعمل يشكرون عليه، والاستعدادات جاهزة ومتكاملة وعلى أحسن ما يكون. المسارات الإلكترونية تتم عن طريق تبصيم وتصوير المتوفين والمجهولين عن طريق نظام بنين وربطها بجميع قواعد البيانات الموجودة في المملكة، حيث تكون هي ومتعلقات المتوفي أو المجهول في برنامج وتقرير واحد يخدم جهات التحقيق. الأدلة الجنائية في جميع مجالاتها سخرت جميع المختبرات لديها لخدمة ضيوف الرحمن ولمكافحة الجريمة والقضاء عليها وإظهار النتائج في أسرع وقت ممكن. جميع الجرائم الممكن حدوثها في المشاعر المقدسة استعدينا لها الاستعداد التام في مجالات الدي ان اي او البصمات او التصوير او الاسلحه او اي حدث لا قدر الله. بمثل هذه المسارات الالكترونيه يتم توفير الكثير من الوقت والجهد، حيث تساهم في تشريع خطه سير العمل. عبد الله الشماخ، مكه. اقترب عيد الاضحى المبارك وزاد الاقبال على شراء الاضاحي بمختلف انواعها،
مراسل قناة السعودية زار سوق المواشي وأعد لنا هذا التقرير. مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك تستعد أسواق المواشي لاستقبال الزبائن الراغبين في أداء ذبح الأضحية تيمنا بالخليل إبراهيم عليه السلام وكسب ثواب النحر. طبعا تبدأ أسعار النعيمي، أتكلم الآن عن النعيمي الخروف، من 750 جملة إلى 1750 أعلى ما سجلنا في سوق أنعام العزية حراج هذه السنة اللي هو 1439. طبعا النجدي أقل ما سجل 850 وأعلى ما سجل 2450 طارق حراج جمل. طبعا أتكلم طبعا هذه الأسعار ما تعد أسعار مبالغ فيها، لأن الأسعار الغالية ما تجينا في الأيام العادية. ويتنافس تجار المواشي في العرض وتوفير كافة أنواع الأضاحي ليختار المضحي النوع والوزن بحسب استطاعته. المستهلك اللي بيشتري له ضحية يحدد نوع اللي يبي، مضبوط، ويحدد القيمة اللي هو في باله، فيها قيمة عالية، في قيمة متدنية، فيها مرتفع السعر باهظ مرة. فهو إذا حدد سعره حدد وش يبي، يا يبي مثلا نجدي، يا يبي نعيمي، يا يبي حري، يا يبي رفيدي، يا يبي مستورد بربري ساكني، طبعا كله وإمكانياته. منصور الجمعة السعودية الرياض. في الشأن العربي والعالمي، قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 11 طنا و100 كيلوغرام من السلال الغذائية للنازحين من منطقة المحشرة وحارة أكل إلى مديرية الخوخة بالحديدة. يأتي هذا التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 274 مشروعا. ومن جهة ثانية، احتفى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإعادة تأهيل 27 طفلا مجندا من محافظات يمنية مختلفة في ختام الدورة الثانية من المرحلتين الخامسة والسادسة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم ميليشيا الحوثي. يذكر أنه بهذه الدورة يكون المركز قد أعاد تأهيل 215 طفلا مجندا وفق خطته الإنسانية التي تهدف إلى إعادة تأهيل 2000 طفل في اليمن. وعلى الصعيد الميداني، حققت قوات الشرعية اليمنية بإسناد من التحالف العربي انتصارات نوعية في جبهات القتال. وفي الحديدة تمكنت القوات الشرعية من اقتحام مركز مديرية الدريهمي من الجهة الغربية وتحرير العديد من المباني من سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية. معركة عسكرية حاسمة تتسارع وتيرتها مع ضرب الجيش اليمني بقوة ميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة الساحل الغربي. ففي آخر رصد للعمليات العسكرية النوعية هناك، من تطهير إدارة الأمن والمجلس المحلي والسيطرة على أغلب شوارع ومدارس مركز مديرية الدريهمي. اليوم الجيش الوطني يحقق نجاحات كبيرة وانتصارات كبيرة. اليوم الوطني يتحدث انتصارات على مختلف الجبهات اليمنية، سواء الجبهات التي على الحدود في صعدة، في باقم، في كتاف، شرق صعدة، في جبهات اليتمى، في نهم. تطور استراتيجي آخر مهم في معركة تحرير محافظة صعدة بعد السيطرة على مواقع جديدة في مديرية باقم، كان أهمها تحرير جبال مرة ومنطقة محجر باقم الشرقي وصولا إلى مشارف حارة الشرف بمركز المديرية، عقب معارك ضارية خلفت عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيا بينهم قيادات ميدانية. وفي البيضاء، لقي العشرات من عناصر الميليشيا مصرعهم خلال المعارك الدائرة رحاها في مديرية الملاجم، حيث تمكن الجيش من تحرير شعاب باحوص والكولة والجفاف والأصهب ومفرق عشار. انتصارات عسكرية هامة يحققها الجيش المسنود من طيران التحالف العربي، حيث تتهاوى الميليشيات في كل من محافظات صعدة والحديدة والبيضاء. عماد حيدر لتلفزيون المملكة العربية السعودية، عدن.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ميليشيات نظام الأسد قصفت بالقذائف الصاروخية بلدتي كفر زيتا واللطامنة وقرية الصخر بريف حماة الشمالي، كما تعرضت مدن وقرى في محافظات حلب واللاذقية وإدلب لقصف مماثل، في حين شهدت منطقة تلول الصفا بريف دمشق قصفا مدفعيا وصاروخيا من قبل ميليشيات الأسد بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في محاور المنطقة المختلفة. تعرضت جزيرة لومبوك الاندونيسية لزلزال بلغت قوته أكثر من 6 درجات، وأعلنت مصادر رسمية أن الزلزال أودى بحياة أكثر من 430 شخص، كما تسبب بأضرار مادية تقدر بأكثر من 300 مليون دولار. والآن أحبتنا ننتقل إلى نشرة بأحوال الطقس وتوقعاته مع الزميل عقيل العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. التوقعات الجوية ليوم غدا بإذن الله تعالى على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. في مشعر عرفات تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحملة البيئة ليوم غد بإذن الله تعالى أن تكون درجات الحرارة العظمى 42 درجة مئوية والصغرى فجر الغد 30 درجة مئوية، مع توقعات بسحب رعدية قد تسبق بنشاط في الرياح السطحية. أما في مزدلفة فدرجات الحرارة العظمى ظهر الغد تكون 42 درجة مئوية والصغرى فجرا بحدود 30 درجة مئوية، مع توقعات أيضا بسحب رعدية. وفي مشعر منى درجات الحرارة المتوقعة فجرا كصغرى تكون 30 درجة مئوية والعظمى ظهرا تكون 42 درجة مئوية وأيضا متوقع سحب رعدية. في مكة المكرمة تكون درجات الحرارة المتوقعة الصغرى فجرا 31 درجة مئوية والعظمى بحدود 42 درجة مئوية، ولا يستبعد أيضا ظهور تشكيلات من السحب الركامية الرعدية. هذا اليوم ظهرت تشكيلات من السحب الركامية الرعدية الممطرة سبقت بنشاط في الرياح السطحية الهابطة من السحب الركامية الرعدية، أدت إلى أثارة الأتربة والغبار على كثير من أجزاء مكة المكرمة بما فيها المشاعر المقدسة، وكذلك هطلت بعض الأمطار كانت متوسطة في مجملها خاصة على مشعر عرفات. وهذا وأصدر النظام الآلي الإنذار المبكر تحذيرا على هذه الحالة من ساعات الباكرة من هذا اليوم لتوقعات بهطول الأمطار. غدا بإذن الله تعالى من المتوقع كما ذكرنا ظهور تشكيلات السحب الركامية الرعدية خاصة على شرق مكة المكرمة وشرق المرتفعات من مكة المكرمة، 42 في المدينة المنورة، 43 في العاصمة الرياض مع صغرى 27 درجة مئوية. على الساحل الشرقي من المملكة في الدمام تكون درجات الحرارة 45 وفي بريدة 43 درجة مئوية، حائل 38 وفي سكاي 39، في عرعر 42 وفي تبوك 39 درجة مئوية وفي نيون 36 درجة مئوية. في محافظة جدة 37 درجة، الباحة كصغرى فجرا 19، وأجواء رائعة ولطيفة على معظم المرتفعات وقمم الجبال من المملكة، وركامية رعدية بشكل عام قد تصاحب بحبات من البرد. هذا كل ما في النشرة الجوية، شكرا لكم، في أمن الله ورعايته. شكرا عقيل. الختام بأبرز العناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس هنغاريا بذكرى اليوم الوطني لبلاده. في برقية لخادم الحرمين الشريفين سمو وزير الداخلية يهنئ الملك باكتمال دخول الحجاج إلى الرحاب الطاهرة. وحجاج بيت الله الحرام يستعدون للتوافد على صعيد عرفة لتأدية ركن الحج الأعظم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعة وحسن الإصغاء، وحفظ الله حجاج بيت الله الحرام وتقبل طاعاتهم وأعادهم إلى بلادهم سالمين غانمين. في دمتم في رعاية الله.